النصب العقاري كجريمة لا تنتهي، إنما تتطور، وهذا الواقع اللي حصل في بيوت ما تعرف مرهونة لدى البنك التسليم. نعم، تتضاعف هذه المشاكل إلى نزاعات عقارية قضائية أمام المحاكم بعد توجه الحكومة أو تنفيذ الحكومة لتوجهها بتثمين هذه المنطقة. ليش ما يتفرض وزارة العدل من محامي موجود يتابع الإجراءات مدى قانونيته؟ شو اللي يمنع؟ حصة هذا الشخص الوريث إذا نزلت إلى المزاد العلني، الورثة لهم حق الشفعة في كل حصصهم. مسألة عدم تملك الأجانب هي قضية متعلقة بالأمن الوطني الكويتي. نبشقق الآن الشغف فيها بلاوي ثانيه.